والتوزيع تقدم.
سابقا في الأب الروحي. كل عقدة وليها حلال، حشور عليك بحاجة دلوقك يمكن تساعدك. روح قابل المحمدي. أنا عايز رجالة، رجالة وسلاح. الموضوع عايز ضمانات يا زكريا، تتجوز بنتي. هو أنت لما رحت الوفي قالك حاجة ضايقتك؟ ايه ده؟ ياسمين! قول يا دكتور، هو حالته ايه دلوقتي؟ لسه في مرحلة الخطر. نورت الدار يا بنت الغالي. يعني انا محبوسة هنا ولا ايه يعني؟ الباب ده ما تخطيهوش. مالك يا نادية، في ايه؟ انا حامل. نعم؟ من مين؟ زكريا. هو انت وزكريا اتجوزتوا؟ بعدين انا عارفة ان زكريا اصلا ما بيخلفش. انا قريت تقرير العملية. للأسف احنا ما خسرناش بس القبض على شحنة السلاح، خسرنا ناس مننا. انا بطلب منك واعتبر ان ده امر يا يوسف. خد اجازة اسبوع. اللي مبدا يبقى اكرم سعادتك. للاسف انا مش هن هازم، مش هقدر امشي بشكل طبيعي. مع الوقت وجلسات العلاج الطبيعي هتبقى زي الفل. ماما كانت دايما تقول لي انا نفسي اتسند عليك لما اكبر. انا ما اعرفش مكان غير هنا. انا ممكن اشتغل عندك اي حاجه، امسح لك المحل، انضف لك المكان. ماشي يا حسن، بيتي واهلي متحرمين عليك. هو انت حبيتي قبل كده؟ انا عايز اعمل معاك حوار صحفي، ايه رايك؟ معايا انا؟ ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا. انا عايزك بقى من فتره للتانيه كده تطمني. المهم دي الوكبيه اللي اتفقنا عليها، واحسن منه كمان. الموضوع بتاع القصر ده مش هيتحل قانوني. امال هيتحل ازاي؟ مش قدامنا بقى غير رجاله من الحاره، واحد بس هناك اللي يقدر عليهم. قصدك مين؟ قصدي يحيى العطار. حاج وفيق، انا طالب يد بنتك. انت تشرف اي بيت يا زكريا، بس انا زي اي اب عايز يطمن على بنته. وانت لحيلتك مهر ولا شبكه؟ وقلنا دي احنا بنشتري راجل، بس تقدر تقول لي هتتجوز ازاي؟ حكومه البلد كلتها بتشمشم عليك. انت قتلت ظابط يا زكريا. وانا لما رجعت نفسي لقيت ان عيله العطار بيحكمها كبير تاني. والله اعلم هتقدر ترجعه تاني ولا لا، حتى لو اديتك مال وسلاح. هرجعه، بس ساعتها انا ما بنساش، كله متسجل وهيترد في وقته. وما تنساش ان ده كان طلبك من الاول. عداك العيب، عداك العيب يا زكريا، بس ناخد راي العروسه الاول. معاك اليوم بليله، بعديها انسى كلامنا واصل، بس ساعتها ما تلومش غير نفسك. كان نفسي ضيفك بس الميه مقطوعه، بيغيروا ماسوره الصرف. انا مش جايه عشان الضيف. اه صحيح، امال جايه ليه؟ جايه تطمني عليا؟ لا اكيد لا، جايلك عشان نتفق. ياه مش بدري قوي؟ والله يا حلوه، درتي عاوزاني اتفق معها بعد 30 سنه. طب ايه رأيك تيجي ننسى الثلاثين سنة اللي فاتوا ونفكر في الثلاثين سنة الجايين ونلعب في صف واحد؟ هو انت في حاجة في دماغك ولا انا بحلم ولا تقلت العيار؟ صف واحد؟ ناقص تقوليلي نبقى اصحاب. بص يا هنان، انا عندي فلوس، عندي فلوس كتير قوي، وابني عنده الرجالة اللي أنا محتاجة لها عشان يرجعوا لي بيتي اللي اتسرق مني، وإنتي هديلك الفلوس اللي إنتي عايزاها. ياه ده إنتي فعلا بقى في حاجة في دماغك. طالما ابني مع الرجالة وهو ابن العطار الكبير ويقدر يرجع القصر، يبقى يديهولك إنتي وعيالك ليه؟ ما ياخده. الحسبة بسيطة قوي، بس واضح إن إنتي مفكرتيش كويس. حكاية صف واحد دي بقى ملهاش لازمة بصراحة. صحيح أنا كان في سنين كتير كان نفسي أشوفك عشان أخد حقي منك بسناني، بس بعد ما لقيتك دلوقتي قدامي ولقيتك جثة مفيهاش روح أقرف أمد عليها سناني. أنا كنت عارفة إن المقابلة دي هتبقى صعبة، صعبة علينا إحنا الاتنين مش عليكي لوحدك، عشان انتي فاكرة ان انا زمان سرقت حقك، وده مش حقيقي. انا لما قابلت زين قبل ما ارتبط بيه قال لي انكم مطلقين. الكلام ده ملوش لزوم يا بنت الاكابر، انا ما بقاش في عمري قد اللي راح، ومش عايزة احس في يوم
ان حياتي اللي راحت في كره لزين وكرهك انت وعيالك راحت هدر. والاصل اللي انت عايزاه ده من حقي انا وابني، واللي حوصل له قبل ما توصلي له. وساعتها لو خدتي خطوه ناحيته مش هستخسر فيكي تمن الرصاص ده، انت اللي دافعه تمنه من زمان قوي. خطوه عزيزه. شرفتي. خليه يسيب السلاح ده. انت بتعمل ايه يا شاطر؟ مش هتلحق تعرف انا هعمل ايه يا هاشم بيه. سيبه مش هيعمل اي حاجه. انا عايز اعرف ايه اللي اتغير. اللي اتغير في ايه؟ في اتفاقنا. اللي اتغير ان انت ما بقتش تلزمني، بقيت كارتي محروق. انا كنت عايزك تلعب على بنت العطار عشان يبقى ليا حد جوه بيتهم، انما دلوقتي مفيش بنت العطار اصلا، يبقى انت ما تلزمنيش. تقوم تقتلني؟ قتلك؟ انا لو عايز اخلص من حته عيل زيك ما قتلوش. انت زعلان عشان ما جبتلكش ورد في المستشفى؟ ورد؟ ورد ايه؟ هو انت فاكرني عيل صغير هتضحك عليه؟ شيل يا بابا اللعبه دي. انا لو عاوز اموتك دلوقتي حالا، وانت عارف ده كويس. انا لا حاولت اقتلك ولا جيت جنبك. شوف بقى مين اللي كان عايز يخلص منك. قعدت ادور عليك كتير عشان نكمل شغلنا. شغل ايه؟ ياسمين هربانة مع واد بلطجي، لازم تجيبها وتحميها. الله، هي مش خطيبتك برضو؟ انا مش هلعب اللعبة دي تاني يا هاشم. هاشم بيه، هتلعبها غصب عنك مش بمزاجك. احنا بينا اتفاق، وانا بس اللي غيره. انا هضاعف المبلغ اللي اتفقنا عليه وترجع ياسمين. قلت ايه يا اياد؟ القهوة يابا. اقعدي يا مان، اقعدي. خير يابا. ايه رأيك في زكريا العطار؟ تقبلي راجلك؟ اللي تشوفه يابا انا اقبله. بصراحة يابا انا بشوف اللي بيحصل بس ما فهماش. ما فهماش ليه؟ رفضت النسب وبعدين قبلته؟ عشان بعززك. بعززك يا بنتي. ازيك؟ تمام الحمد لله. انا ياسمين زين العطار. عارفك طبعا. وهل يخفى القمر؟ اول بنت حلوه تخش ارض الدار. لازم تبقى بنت صاحب الدار. انا امير ابن الشيخ سلامه، الله يرحمه هو اللي كان بيدير المكان ده. الله يرحمه، بابي كان بيحبه قوي. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. هو انا ممكن اسالك عن حاجه؟ حسن مش كده؟ انت عارفه؟ عارفه. حسن اقرب حد ليا في الدار، بس دلوقتي احنا ممنوع نتكلم عنه. لو حد عرف اني جبت سيرته هنعترض من هنا، وحسن نفسه موصيني افضل موجود عشان اعرف ايه اللي بيحصل. طب هو ايه اللي بيحصل؟ ليه مخبيين عني مكانه؟ وليه حسن مش موجود في الدار هنا اصلا؟ بصي دي حكايه طويله قوي، بس باختصار يعني سميح بعد موت ابويا وابوكي بيحاول يسيطر على الدار لسبب ما حدش فينا لسه يعرفه. طرد حسن وبيتلكك عشان يطرد اي حد مش عاجبه. طب انا محتاجه اوصل لحسن ضروري، اعمل ايه؟ انا هحاول اخرج واعرفه انك هنا، بس لحد ما يحصل يجي بيشتري لحد. احنا ما اتقابلناش وما اتكلمناش. بعد اذنك انا ورايا شويه حاجات اخلصها. بس انت عاجبني النهارده، شكلك بقيت زي الفل. طنجيان طمنتني عليك. بس انا مش مطمن يا عز، حاسس ان انا مش هبقى في اي تحسن. احسن حاجه في الموضوع ان انتوا كلكم حواليا. احنا هنفضل طول عمرنا حواليك يا ابني. انت اخويا، انا عاوز اعلمك حاجه عن الدنيا دي عشان ما تاخدهاش على صدرك. الدنيا دي عامله زي السحر، تخليك تبص في اتجاه وتحسسك ان هو ده اللي فيه الحاجه المهمه، بس في الحقيقه الحاجة المهمة دايما بتفضل معاك. أنا عايزك تعلمني. متقلقش،
علمك حاجات كتير قوي. ايه يا عم؟ انت هتفضل نايم لنا نفس النومه ديت؟ عامل ايه دلوقتي يا حازم؟ هاي يارا. خطوة عزيزة يا ست البنات، البيت نور. ميرسي يا طنط، ده نورك. انت ايه ياما اللي داخلة علينا بيه ده؟ شاي؟ مفيش حاجة ساعة، طبق جيلي، شوية مشمشية. ما انت لو كنت تفهم في الذوق كنت اتصلت بيا قلت لي جايبة ضيوف، فكنت عملت حسابي. بس أقول إيه؟ بختي مايل في خلفتي. جرى إيه ياما؟ أنت هتهزقيني وسط أصحابي ولا إيه؟ يرضيك يا طنط، بقالي أسبوعين بتحايل على أي حاجة يجيبني لحضرتك وهو مش راضي. ما يرضينيش يا نن عين طنط، ده بيتك ومطرحك في أي وقت. سيبك من الواد البراوي ده. أنا هسيبكوا دلوقتي تشربوا الشاي وأدخل أكمل غسيل المواعين. عن إذنكم، سيجارة يا خذي راحتك. إيه؟ بتبصي لي كده ليه؟ يحيى، أنا عايز أعيش معاكوا هنا. عايزاك تعلمني الشقاوة. شقاوتي اللي أعلمها لك؟ أنت ناقصة شقاوة؟ لأ، ناقصني كلمتين. فتحة مطوة، طريني كده بتفتح المطوة إزاي؟ وما علمك انا فتحت مطوتها، تعلميني انت ايه بقى ان شاء الله؟ انت عايز تعلمي؟ انا عايز اتعلم ازاي اخلي بنت في حلاوتك كده تحبني. لا لا لا، ده صعب قوي. لا 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 لا، بس انا بتعلم بسرعه. ماشي، لو علمتني هعلمك. موافق. اول درس عندنا في اللغه احنا بنحط قدام اي كلمه ايه؟ ازاي يعني؟ حبيبي، عسليه، عسو. عسول؟ لا، من غير اللام. عسو اللي هي على طول. عسو. خراشي. طب وريني بقى بتفتح مطوتك ازاي؟ بتفتحي المطوة؟ ماشي. اوعى ايدي في تعواري. مش هتعرف تفتحيها. الصلاة على النبي. كون راح فين اعمل هيرو؟ ده هو ده، انت برنس يا عم، ده الراجل طلع جامد جامد يا عم اهو. طب ما انت طلع عندك اخوات كولا اهو يا حازم. اه يعني بس ما كانش عايش معانا. ليه؟ كنت فين؟ والله كنت بقضي حياتي اغلبيتها سفر. اه طيب، هنبقى نجي لك تاني بقى يا حازم. يلا يا هيرو. قشطة، يلا يلا. ابقى اعمل لي ادى على فيسبوك، هتلاقيني عند حازم عشان ابقى ابعت لكم الصور يعني. سلام يا عم زوما. سلام يا عم ماجيكو. انت هتعديني ولا هتخفيني يا عم ولا ايه؟ يا نهار اسود، تتجوزها؟ تتجوزها ازاي يعني؟ المصلحة بتقول كده. والله؟ وايه كمان؟ المصلحة بتقول ان انت تتجوز ثلاثة؟ اتجوز ثلاثة واتجوز أربعة، ما دام ده هيخدم عيلتي. هيخدم عيلتك ولا هيخدمك انت يا زكريا؟ هيخدمني في ايه يا نادية؟ ما تركزي كويس وتشوفي احنا في ايه؟ القصر والتاخد، الدار وتسيطر عليها، وانا وهربان ولا عارف اروح ولا عارف اجي. وعشان اعرف ارجع كل ده محتاج رجالة، محتاج سلاح. فاهم يا ناديه؟ جوازي من البت دي هو اللي هيقويني وهيضعفنا. انا يا زكريا، انا مراتك ولحد دلوقتي مش عايز تعترف ان احنا عايشين تحت سقف بيت واحد. هعترف يا ناديه، هعترف، بس اخلص من اللي انا فيه. بعد كده هعملك كل اللي انت عايزاه. انا مش ناسي انك ام ابني. اي خد، هتطورنا تاني بقى يا عسل. هتقضيها ضحك مع الزباين ولا ايه يا ابو علي؟ ليه بس يا عم حمزه؟ ايه اللي حصل؟ ستة تضمي امك؟ هو انت تعرف امك؟ لا يا عم حمزه ما اعرفهاش، بس يمكن عشان كده الواحد ما بيصدق يخبط في اي ست كبيره، يحاول يحسن نفسه انها زميل. شوف يا حسن، أنا ما أحبش الهزار مع الزباين ومش عايز مشاكل مع حد،
انت يا ابني من ساعة ما جيت رزقك واسع والخير كتير، فما تخلينيش اقطع عيشك. اللي تشوفه يا عم حمزة، اللي تشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حمزة؟ الحمد لله، والله بركة اني شفتك يا حاج بحر. طبعا. مين ده؟ ده واد غلبان بعطف عليه وبيساعدني، لان انت عارف انا ما بقتش زي زمان. ونميت عن شغل غربة معانا في شغلنا، ها؟ انت منين يا؟ مرضى الله يا حاج. وايه اللي رماك علينا؟ اكل العيش. عرف لي اصله وفصله، ها؟ ما نكسينش مشاكل احنا. اختي فين؟ فوق مستنياك. تفضل تفضلوا. يلا يا شعبان يا خطوة عزيزة. الله يبور. قوم فز نظف، جايب لنا الكلام. رايق يا رايق. على فكرة الحياة مش جاكوزي بس. ازيك يا صالح؟ اخبار زكريا ايه؟ لقيه ولا اتصل؟ زكريا مش غبي يا رايق، علشان يتصل بحد فينا اكيد عارف ان كلنا متراقبين. بصراحة كده انا جاي لك بخصوص الموضوع ده. انت فاهم ان انا مخبيه؟ طب على الطلاق من شوشو ما حصل. شوشو مين ومخبيه ايه؟ أنا جاي عشان أتكلم مع نادية. نادية؟ نادية مين؟ ها بنتي. إيه؟ جايب لها عريس؟ أوعى تكون أنت العريس. الدكاترة منعينها من الأنتيبيوتيك. بلح بالعجوة بزيادة في دماغك يا رايق. بقول لك أنا جاي علشان نادية في حوار يخصها. هي فين؟ مش عارف. مسافرة. مش عارف؟ ولا مسافرة؟ ده شكلك عايزني احلف يمين تاني. شكلك مصمم تطلق طنطة شروق. لا ولا تحلف ولا تطلق، انت اصلا مش ناقص يا رايق. حمل ذنوبك خلاص هيغرسك في الجحيم. على العموم لما تشوف نادية اقول لها ان انا عايزها ضروري، واني بحاول اتصل بيها وهي ما بتردش. سلام يا رايق. طب ما تقعد تاكل لقمة. طب غطس غطس. اغطس يا رايق، اغطس قوي، افيد ليك وللبشريه. انت بيوتك بصحيح. بقولك يا معلم، الكافيتيريا دي شكلها غالي قوي. بس اسكت، الكافيتيريا ايه دي؟ الكلمه دي ما اتجالتش عندنا في البلد من التسعينات. ماشي يا عم الجديد، انا بس بقولك عشان ما ترسيش في الاخر على غسل اطباق. غسل اطباق؟ دي اقدم من الكافيتيريا بعشرين سنه. تلاقي مصرة القعدة تبقى أبيض وأسود. ما تقلقيش يا سارة، أنا اللي هحاسب ومن فلوسي. رشوة يعني؟ طب بص بقى عشان تبقى عارف، الحوار سيكون في منتهى الشفافية والمهنية. وأنا قاعد مع الأستاذة منى الشاذلي. إيه يا سارة، إحنا قاعدين في الكافيتيريا اللي قلتي عليها، فهنتكلم كلام تاني. طيب، خلي بالك مني بقى عشان أنا صحفية شاطرة. ماشي يا ستي. نبدأ؟ اتفضل. السؤال الأول، إيه علاقتك بعيلة العطار؟ ولدهم. أنا اسمي فارس عبد الحميد العطار. صالح العطار يبقى جدي. وزين العطار وسليم العطار يبقوا عمامه. وعندي عمام كتير تانية بس مش هقدر اتكلم عنهم غير قدام المحامي بتاعي. ايه ده ايه ده، ده انت طلعت من الناس بقى. امال فين باباك عبد الحميد؟ عبد الحميد العطار طار في المطار، مش موجود. طيب قول لي، ايه حكايه الفيديو اللي انتشر ليك انت وعمك سليم ومصر كلها كانت بتتكلم عنه؟ يعني ما اقدرش اقول حاجه تانية غير اللي الناس شافتها. عمي كان بيدافع عني وكل الناس شاهد على كده. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهده على اليوتيوب؟ كام؟ وانا ليه كل ما اسال حد ما يجاوبنيش على السؤال ده؟ ما انا ما اعرفش، انا بسالك. ما انا بسالك. خلينا في المهم، يلا السؤال اللي بعده. تفتكر مين ورا الحوار ده؟ يعني والله انا ما اعرف مين قدامه عشان اعرف مين وراه. ولاد الحرام كتير. عندك حق. الدنيا ما بقاش فيها ولاد حلال كتير. لا يا ساره. يعني هم موجودين بس مش كتير، يعني بيبقوا قليلين. بس عندهم مواصفات. بيبقوا ولاد حلال. يعني وهم بيسمعوكي تلاقيهم عاملين كده بالظبط، ويعني ممكن يساعدوا اي حد في الشارع من غير ما يعرفوا يعني الراجل ده مين ولا بيعمل ايه. وهم دي حلال، وتلاقيهم يعني في الستات عاملين دي الحصان، في الرجاله عاملين دي الحصانه. دي الحصانه.
وضحكتهم بتتجدد. يا ابويا يا عم سليم. انت كده متعاكس صح؟ يا دي معاكسه؟ اه والله انا قلتها من غير ما افكر فيها. اطلب ايه يا فندم؟ ايه يا عم عفريت؟ ايه الدخله دي؟ بقول لك ايه، انت اللي هتحاسب صح؟ بس ما تحرجنيش عيب. بقول لك ايه يا متر؟ امرني يا فندم. هات لنا متر كمان عشان هنطلب طلبات كتير قوي. ليه حضرتك؟ ما انا ممكن اقوم بالطلبات كلها. وليه الطمع؟ ليه تقطع عيش زميلك يعني؟ معلش يا ابو حبيب يهزر، ممكن تجيب لنا المنيو بتاع الاكل؟ حاضر فندم. لا اتفضل. المنيو في الكافيتيريا؟ على فكره انت مشكله. بس ممكن تتحل. ازاي؟ يعني ساعديني. طيب نكمل حوار ولا ايه؟ اه نكمل. طيب. ده يبقى خالي بحر الجبال، واحد من اقدم واكبر الرجاله في البلد، تاجر سلاح واثار وحاجات كتير كده، كل البلد بتخاف مني وبتعمل له الف حساب. عشان كده ابوكي اول ما شافه كان هيترعب منه. ما قلت لك كل البلد بتخاف مني ما عدا انا. اشمعنى يعني؟ عشان هو من جواه راجل طيب، وانا بشوفش منه غير الراجل ده. انت تعرف عم بحر ده لما يبقى رايق يقعد يغني ويعزف على العود وكل البلد تتسلطن مني. غريب. هو ايه اللي غريب؟ هو ايه اللي غريبة؟ غريبة ان الراجل زي ده يبقى بيغني وبيلعب عود وبيحب المزيكا. بقولك على حاجة، ابويا برضه الله يرحمه كان بيحب العود والشعر. مش عارف ازاي الناس بيبقى عندها الجبردات وفي نفس الوقت بتحب الحاجات دي. الغنى والشعر بيخلوا الحجر يتكلم يا حسن، بيحسسوا الناس انهم بني ادمين. هقولك على سر. قول. بس محدش يعرفه، انا بكتب شعر احيانا، يعني مش بكتب شعر حلو بس يعني بقعد اكتب اللي بحس بيه كده. طب ما تسمعني. لا لا اسمعك. لا قول يا حسن. لا لا مش فاكر حاجه يعني، المره الجايه لما اشوفك هقول لك. يبقى شكلك حلو لما بتتكسف. ايه بتكسف دي؟ مفيش راجل بيتكسف على فكره. انت عارفه اول لما بتضحكي بحس اني عامل زي الطفل الصغير اللي جات له احسن هديه في الدنيا. ايه اللي بتقوله ده؟ انت اللي شغلك حلو لما بتتكسفي على فكره. رحمه انا بحبك، بحبك من اول مره شفتك فيها. هما ده اللي بيقولوا عليه الحب من اول نظره اكيد، مع اني اصلا ما كنتش اعرف يعني ايه حب، بس كل الحاجات اللي انا بحسها هي بالظبط اللي بيحكوا عنها واللي كانوا بيغنوا لها. انا بقول لك الكلام دوت عشان دي ممكن تبقى اخر مره نتقابل انا وانتي. بس عم سلام الله يرحمه قال لي اللي بيحب بجد ما بيخافش، وانا قلت اقول لك حتى لو انت مش حسن. انت كمان ايه؟ انا كمان بحبك. انا كمان ما اعرفش وما حبيتش قبل كده، بس زي اي بنت بحلم بالحب ده من وانا صغيره. ستي دايما تقول لي ان الحب بيحلي، وانا من ساعه ما عرفتك وكل الناس بتقول ان حلويت يبقى هو ده الحب يا حسن. يلا عاد لحسن الدنيا هتضلم علينا. خلاص ده صح الدنيا. يلا بقى كمل سندوتش بنفسي. والله انا ما كنتش حاسس طعمه قوي بس دلوقتي والله شايفه الهباب اللي احنا ماشيين فيه ده يعجبك قوي. انا عايز رجاله منكم من عيله عبد الهادي تاجي معايا على القصر رجع ورجع حقي، واول ما نرجعه كل طلباتكم اوامر، فلوس، تجاره، سلاح. واضح انك ليك كتير ما نزلتش عندنا البلد، وما تعرفش ان عيله عبد الهادي بطلوا اللبش من زمان، ولو كنا بنبيع رجالتنا بالفلوس ما كانش الحال زي الحال. يعني عيله عبد الهادي موافقه على اللي عملته عيله المحمدي في دار الحاج صبري؟ مش كان في اتفاق بينكم على العمده؟ اللي بين عيلة المحمدي وعيلة العطار ملناش صالح بيه، وبرضك بالاتفاق وبأمر الحكومة مفيش في ايدينا حاجة نفيدك بيها، كل واحد وله حربه يشيلها لوحده. عندك حق. نورت يا وادي العطار. وادي العطار؟ واد مين في العطارين عاد؟ ابن زين العطار. زين العطار. طب اقعد يا ولدي اقعد. موجودة في الحفظ والصوني هاشم بيه. لا انا قلت لها معرفش طريقه فيه. ما هو انا لو قلت لها
كان هنا وطردت هنخش في سؤالات كتير. وبعدين دي بنت زين العطار، وبيني وبينك كده مليون مكالمة سليم العطار وانا غلقان. حاضر يا بيه، كل حاجة ماشية مظبوط زي ما رسمنا واحسن حبتين. مع السلامة يا بيه. عمور عمور تعالى واقفل الباب وراك. جرب امال. ما عرفتش امير كان بيقول لها ايه، بس لو قالها كان زمانها قلبت الدنيا. امان متقلقش زين. اسمعي يا عمار، ركزي معاي. ربنا خلق الناس درجات، وقال الاوان ان الناس تعرف ان درجتك اعلى منيهم. والدار دي لليتامى بس اللي زينا، علشان كده دورك في الفترة اللي جاية هيبقى كبير وشأنه عالي. حركني انت بس وانا معاك. دلوقتي هاشم بقى وحش؟ مش ده اللي انت كنت واقفه تتحايل عليا هنا عشان اروح اشتغل معايا؟ اما ما تشتغلش مع هاشم دلوقتي، ما تبقاش دراع هاشم اليمين. امال انت عايزه ايه مني؟ ما ينفعش يا ابني الموكوسه ابني حد يحركه يثبته مزاجه، يقول له روح يروح تعالى تيجي. بس على الاقل هتعرف تهرش له في داره احسن من دراعه الحقيقي. يا اما اللي انت بتقوليه ده ما يصحش وعيب، انا مش صغير ولا هفق للي انت بتتكلمي فيه ده، وانت عارفه كويس. يبقى ركز معايا كويس، ولازم تعرف وما تنساش ان انت ابن زين العطار الكبير، وهاشم مش مشغلك معاه عشان خاطر سواد عيونك يا اخويا، لا مشغلك معاه عشان انت ابن زين، وانت اللي تستاهل تبقى كبير العيله. عشان كده بقى عايزاك تركز معايا كويس وتسمع كلام امك وتدور على حقك. حق ايه يا اما اللي انت بتتكلمي فيه؟ خلاص عيله العطارين ما بقاش فيها حاجه يا اما، الشركات بتقع وابنه الكبير هربان وكل عيل في حته. عارفه عارفه، بس هيقفوا من تاني. جهان بنت الوزير كانت مشرفاني. وده عايزه مننا ايه بقى ان شاء الله؟ عاوزانا نرجعها القصر، عاوزه رجالتنا يرجعوها الهامم. وانت قلت لها ايه؟ قلت اللي قلته هعمل اللي اعمله. المهم سيبها لي، دي جايه حد عندي هاخد حق القديم والجديد. بس انت دلوقتي ركز، السكينه سرقاك ومش عارف ايه اللي بيحصل. لا يما انا عارف اللي بيحصل وايه اللي هيحصل، وبكره الايام توريك انت مربيه ايه. سلام يا ام يحيى. نحلال جاي السلام على زمايلك مش كده؟ في الحاجة جالك انت يا باشا؟ خير؟ بصراحة مكتبي وحشني قوي يا ابني. انت لحقت، وانا بصراحة مش عاوز اخليك تشتغل وانت في الحالة دي. بالعكس يا باشا، ده ممكن يبقى دافع كبير ليا ان انا ارجع اشتغل واجتهد تاني في شغلي. هرجع اقول لك ان ده مو صح، لكن هو براحتك. يعني ارجع على مكتبي يا باشا؟ اتفضل يا سيدي، اما نشوف غيرتها معاك ايه. متشكر يا فندم. يعني انت عايزه تقولي لي اللي انت فيه ده عادي يا رحمه؟ في يا حسن مالك، يعني الضحكه اللي منوره وشك وما قطعتش من ساعه ما دخلت البيت اكيد وراها سر. لا سر ولا حاجه، مبسوطه يا هبابه. اطلع من دول يا بنت، ده انا اختك. احكي لي احكي لي. هحكي لك، بس وحياه ستك ما تقولي لحد. وحياه ستي ما هقول لحد. قولي. انا بحب. تحبي؟ وبتحبي مين؟ حسن. حسن؟ حسن اللي نهارك اسود، كيف تعملك ده يا بت؟ في يا بت مالك، هو يعني كان بايديني؟ ما عرفش، هي جاتك ده. ده نصيبه يا رحمه، نصيبه. نصيبه ليه يا ابوه؟ ما انت عشان خالي بحر جاي يطلبك لولده شعبان، وابوكي وافق عليه. عندي بلاش تتعبي نفسك، ارتاحي. وانا بعمل ايه؟ اديني بسلي نفسي. انا عاد بحب شغل البيت، وكنت بفكر دايما ان جوزي ما ياكلش غير من يدي. كنت غبيه، عارفه اني ما كملتش تعليمي، كان كل هم ازاي احب عبد الله وارضيه. انا بقى عكسك خالص، ما بحبش شغل البيت. يعني عايزه جوزي كده يجي يلاقيني على سنكه عشر، لا بحب الطبيخ ولا الكنس ولا الطبخ. تقدري تقولي كده يعني ان انا واحده رايقه؟ بس ده بيفرق من راجل لراجل. كل الرجاله زي بعض، بيحبوا يشوفوا مراتاتهم على سنجة عشر، ولو ما عملتيش كده يبصوا بره. صدقيني انا
هرجع لك تاني. أيوة يا ري، في إيه؟ ري كده من غير بابي؟ صالح العبطار كان عندي النهاردة وبيسأل عليكي، وشكله عارف انتي فين ومع مين. بيكلميه وطمنيني. ها؟ طب هو صالح عايز مني ايه؟ قال لا احنا هنضرب ودع، معرفش. كلميه شوفي وطمنيني بعدها. وياريت ما تتكلمش تاني عشان زكريا ما يشكش ان انا بنقل لك اخبار. الله، امال انت بتعملي ايه؟ بتاخدي تان. طيب بعدين اقفل انت دلوقتي. أنا فاكر الأيام دي زي ما يكون امبارح. كنت محتاج فلوس في الوقت ده لأن أبوي كان بيموت ولازم يعمل عملية. جدك الحاج صالح العطار الله يرحمه كان مغرجنا بجمايله. سليم وزين العطار قتلوا ولد ناصر المحمد العمدة، وكان لازم حد يشيل الموضوع عنهم. أنا وافقت على طول إن أروح وأقول أنا اللي عملتها وأقدم كفني وأعيش بقية عمري بعاري. يوم الجودة أبوك وقف كالفارس وما رضاش بالظلم وقال لهم مش هو ده القاتل. مش قادر أنسى إحساسي يوميها. حياني حياني يا ابني بعد ما كنت هموت. ومن يومها وأنا شايل جميله في رقبتي ورقبة ولادي من بعدي، وأنا وكل عيلة عبد الهادي تحت أمرك يا ابني. ايوه بس يابا. ما بسش، كل اللي هقوله هيتنفذ حتى لو كانت حياتكم كلكم لآخر واحد فيكم هي التمن. أنا شايل الدين وأنا عايش، لازم أسدده وأنا عايش. أنا مش عارف أشكرك كيف يا حاج خليل. ما تشكرنيش يا ابني، روح اقرأ الفاتحة لأبوك. اللي بيعمل خير بيقعد له ولو بعد ألف سنة، والنهاردة جه معاد رد الجبيل. ولو جه الموت يا ابني أموت وأنا مش مديون. يا سلمى حرام عليكي نفسك، كفاية بكى عاد، عينيكي هتنشف من كتر البكى. طب أنا أقدر أعمل إيه وأنا أعمله؟ تقدر تعمل حاجات كتير يا علي، تقدر تعمل حاجات كتير. طب قولي لي وانفذ على طول. هربني هربني عليه لو بتحبني، اثبت لي ده وهربني. خير يا دكتور؟ والله انا مش شايف اي سبب للانزعاج اللي انت فيه. الحكايه كلها سوء تغذيه او الضغط وقت شويه. يعني اطمن؟ الموضوع بسيط جدا. اطمن حضرتك جثه. حضرتك كتبت لها اي ادويه عشان نلحق نجيبها؟ يعني انا كتبت لها شويه مقويات، بس الاهم من الفيتامينات والمقويات ان هي تاكل كويس عشان هي في الشهور الاولى من الحمل. حمل؟